السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اخوتي مشتركي قناتنا، تحيه لكم، تحيه لكم الناس اللي مشاو فينا بلا ما ننساو خوتنا اللي في الغربه. رجعنا لكم في فيديو اخر. هذا الفيديو ان شاء الله راح نتكلموا على لاعبنا الجزائري اسلام سليماني اللي انتقل مؤخرا البارح، كان امضى مع فريقه الجديد في هذا الميركاتو اللي هو فريق اولمبيك ليون، الفريق المعروف في فرنسا وايضا في اوروبا، من الانديه المعروفه في اوروبا خاصه من ناحيه الجوده تاع اللاعبين، اللاعبين الكثر اللي مروا على فريق اولمبيك ليون راهم في اكبر الانديه في اوروبا. اسلام سليماني اللاعب المثابر، اللاعب اللي عنده اراده كبيره، فولونتي كبيره، مالغري واش صرا في الكارير تاعو، وكامل الجزائريين يعرفوا اسلام سليماني منين جا. جا من بطوله الهواد، كان لعب في الشراقه، مشراقه راه للسي ار بي، كان شاف والي لوزيتش ومن بعد مع المنتخب الوطني، ومن بعد احترف في البطوله البرتغاليه، وكان شركه سعوديه هي اللي نقلته الى البطوله البرتغاليه، وكان برز مع فريق سبورتينغ لشبون البرتغالي وفاز بالكثير من الالقاب مع فريق سبورتينغ. ثم انتقل الى البطوله الانجليزيه الى نادي ليستر سيتي لما كان رياض محرز يلعب في ليستر سيتي، انتقل الى ليستر سيتي باش يعوض اللاعب جيمي فاردي اللي كان من الممكن في ذاك الوقت باش ينتقل الى فريق اخر، الى انه جيمي فاردي بقى في نادي ليستر سيتي. اسلام سليماني ما فرش رقو في فريق ليستر سيتي، كان لعب في العام الموسم الاول، مي المواسم الاخرى شفنا ما لعبش كثير وما عندوش مباريات كثيره. انتقل بعقد بري، كان انتقل الى البطوله التركيه مع نادي فينيرباتشي، وكان ايضا صار له مشاكل مع المدرب لان ذاك الفريق في ذيك المرحله كان غير كثير المدربين. ثم انتقل ايضا بري الى البطوله الفرنسيه الى نادي موناكو، كان برز كثير في البطوله الفرنسيه مع نادي موناكو، خاصه مع اللاعب التونسي الفرنسي اللاعب اللي كان يلعب في موناكو، كان قدم تمريرات حاسمه وايضا سجل اهداف كثيره، كان تعرفت عليه الجماهير الفرنسيه وايضا البطوله الفرنسيه، كان وتكلمت الصحافه وكلموا المختصين ان اسلام سليماني تليق به البطوله الفرنسيه والستيل دو جو تاع البطوله الفرنسيه. هذه المره بعد ما دار نيغوسياسيون مع فريق اولمبيك ليوني انضم الى فريق اولمبيك ليوني، على الرغم من انه كان عنده بزاف الانديه الخليجيه كانوا يحوسوا باش ينتدبوا، الى انه فضل البطولات الاوروبيه والمواصله في اكبر خمس بطولات اوروبيه في العالم. المهم اسلام سليماني انتقل الى فريق اولمبيك ليوني، كان تكلم للصحافه عن الرغبه تاعو وايضا الحب تاعو الى البطوله الفرنسيه وايضا الى فريق اولمبيك ليوني، كان قال بانه في فتره من الفترات لما كان صغير كان يجي الى فرنسا الى مدينه ليون، وتكلم على واحد المنطقه في مدينه ليون دير فيها تحضيرات مع الانديه اللي كان معها، مانيش عارف لا سي ار بي ولا سبورتينغ ولا الله يعلم. المهم كان جاء الى ليون، تكلم على ليون وقال بانه راح يقدم كل ما عنده، هو لاعب اللي عنده لونجاجمون هذاك ويبغي يربح والمام كاركتير كيما اللاعب بن عمري. ايضا اليوم كان كلمه الموقع الرسمي تاع النادي ليون انه اسلام سليماني راح يدي لو نيميرو 20 في الدوسار تاعو مع فريق اولمبيك ليوني، دونك راح يلعب نيميرو 20 كيما كان مع نادي موناكو. اي معلومات ان شاء الله يتكلموا عليها واي ما يخص اسلام سليماني، ونتمنوا له ان شاء الله التوفيق في هذه المهمه الجديده اللي ماهيش سهله. نعرفوا نادي تاع ليون نادي معروف وعنده شعبيه في فرنسا وايضا في اوروبا، دونك باش تفرض روحك في نادي كيما ليون لازم تكون في المستوى ويكون عندك المؤهلات باش تفرض روحك. هذا فيما يخص اسلام سليماني وفي هذا الخبر الاخير تاع اسلام سليماني. نتلاقاو ان شاء الله مع فيديوهات اخرى. سلام.